بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من وراء يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا صبيا
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من أحدا فقولي.
من بينهم فويل للذين
Yes.
شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إن وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أشد على الرحمن
وَإِذَا تُتْلَى كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا أَلَمْ تَرَ أَنَّا
لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن كم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.